فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا معتاد على أن أدعو الله في سجودي، ولكن دون الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا معتاد أن أدعو الله في سجودي لكن دون تقدمة الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سنة، إذا فعلته هذا طيب، وإذا لم تفعله فليس بواجب. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.